بسم الله الرحمن الرحيم. اول رمضان مبارك كريم. وبهذه المناسبه كنجدد التعازي للمرحوم العنبه بهذه المناسبه، وكنجدد الثقه في الجمهور الرياضي، وكنشكر الجمعيات على هذا القرار ديال الملاعب، ونتمنى تطرد اعمال الشغب من الملاعب الرياضه، ونشوفوا فضاءات تحل في وجوه الرياضيين خاصه في منطقه الشتاء. وبالنسبه لك يعني الرساله اللي كتوجهها للجماهير ضد العنف ولا ضد الشغب في الملاعب؟ وبطبيعه الحال حتى واحد ما كيبغي الملاعب ديالنا تاخذ واحد الصبغه خايبه، ونتمنى على الله من الجمهور يكون متحضر ويحضر المباريات ويتسود الريح الرياضيه ونبعدوا من اعمال الشغب. شكرا لك ريمي زيتوني.